لقاء دولي بكل المقاييس، عمل مع الأمم المتحدة، حضور أكثر من 200 شخصية من أديان وثقافات متعددة. نهدف إلى تفعيل دور الدين والإعلام وصانع السياسات في مواجهة خطاب الكراهية. من المهم جدا أن تعمل مؤسسات الحوار والمنظمات الدولية مع صانع السياسات. نحن في المركز لا يوجد لدينا توصيات توضع في الأدراج، وهذا من خلال المنصات الخمس التي أطلقناها في أفريقيا وفي ميانمار والمجلس الإسلامي اليهودي والمنصة الحوار التعاون بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي. التنسيق بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب على قدم وساق، نستطيع من خلال استنفار أهل الخير وهم الغالبية العظمى لأن يكون الدين جزء من الحل وليس أساس المشكلة. لذلك أنا واثق ثقة تامة بتوفيق من المولى عز وجل وبدعم الكبير واللا محدود من المملكة العربية السعودية والتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة والأخيار في العالم، نستطيع هزيمة التطرف والإرهاب، ونحن شهدنا بوادر ذلك في كل المجتمعات. الأعمال التي تتم في المملكة العربية السعودية من خلال مؤسساتها ودرعها المتنوعة وكذلك في الإمارات العربية المتحدة ومن خلال التنسيق معها أيضا، شهدنا اليوم حضور سماحة الشيخ عبد الله بن بيه، وهو معروف في هذا المجال له مبادرات متعددة. لنا أيضا تنسيق تام مع معالي الأخ الدكتور محمد العيسى رابطة العالم الإسلامي، وأيضا حضور الحوار الوطني السعودي وحضور المراكز المتنوعة في المملكة العربية السعودية. لذلك هذه هي الهمم التي ستصنع إن شاء الله جميع ما نأمل فيه ونحقق على أرض الواقع.